النهارده كانت في عده لقاءات تم التنسيق لها من قبل الاتحاد الافريقي، لقاءات اعلاميه مع عدد من لاعبي النادي الاهلي، احاديث مهمه قبل مباراه الجمعه مع مازيمبي، لان في هذه اللحظات وانا معاكم التدريب بدا. عندنا بعض التصريحات المهمه واللقاءات الهامه لسه بنعرضها يمكن جايانا على طول من ملعب مختار التتش بالجزيره. البدايه نسمع نشوف كريم نيدفيد قال ايه عن مباراه الاهلي ومازيمبي، ونرجع لسه عندنا تفاصيل ثانيه. اكيد ماتش صعب، عملنا نتيجه كويسه في المباراه الاولى، لكن الماتش الثاني برضو صعب. احنا برضو قابلنا فرقه كويسه عندها امكانيات، وهيبقى عندهم برضو في جو احسن، في ملعب احسن، فاكيد دي هتديهم دفعه مهمه ليهم. لكن احنا النتيجه ما يعني هي كويسه او ايجابيه، لكن هي مش مطمئنه خالص لينا. فاحنا تركيزنا كله ان احنا من اول دقيقه ان شاء الله نحاول نخلص الماتش ده من بدري، يعني نحطهم في ضغط طول المباراه. مش هنبقى نازلين اكيد مستسهلين النتيجه واحنا حاسين ان احنا عملنا حاجه هناك، ان احنا لسه في الاول وفي الاخر النتيجه 0-0، يعني ما حدش كسبان يعني. فماتش مهم وان شاء الله يبقى الحظ محالفنا ونقدر نصعد باذن الله النهائي ان شاء الله. ده اول حاجه قلناها بعد الماتش على طول واحنا في اوضه اللبس في الكونغو، ان الفرقه دي قدرت بعد ما هي اتعادلت في ملعبها قدرت ترجع وتكسب بترو اتليتيكو في ملعبها، وبترو اتليتيكو فرقه كويسه برضه. فاحنا طبعا بالنسبه لنا يعني دي حطينا في دماغنا، ودي درس لينا ان احنا نتعلم منه، ان احنا ما نستسهلش الماتش، عشان لو استسهلناه يبقى الموضوع صعب. بتمنى ابقى اقدر اساعد الفرقه حتى لو جزء بسيط، ان انا حصلت على بطوله افريقيا لكن ما كنتش موجود فيها، فيعني دي من البطولات اللي انا هبقى ان شاء الله مشارك فيها، فيا رب تبقى التوفيق لينا وتبقى اول بطوله ليا وانا مشارك باذن الله، واقدر اساعد زمايلي وناخد البطوله ان شاء الله. يعني احنا طبعا دايما مستنيين دعم الجمهور، مستنيين دعمهم بكره بعد بكره ان شاء الله بصوره كبيره، فزي ما هم معودينا دايما، وان شاء الله باذن الله نقدر نفرحهم بعد الماتش باذن الله ونصعد نهائي ان شاء الله.